انا هجيب لكم. اديني اقعد اديني. احنا جمعيه رساله الاعمال الخيريه فرع بني سويف. طبعا جمعيه رساله اللي هي رقم 60 فرع مساوى الجمهوريه، بس احنا فرع بني سويف حاجه مخصوصه لينا. احنا فكرنا نعمل قافله طبيه بيطريه لشباب قريه قالها او للناس بتاع قريه قالها، لان عندهم فعلا كميه مواشي كتيره جدا بتبقى محتاجه ادويه، تمام، وعشان الفلاح ياخد البهيمه بتاعته يوديها لمركز بني سويف نفسه بيقابل صعوبات كتيره قوي في الموقف ده. فاحنا قلنا نيجي لحد عنده هنا في حاجه مجانيه والعلاج مجاني، تمام، ان احنا نكشف لهم للبهائم بتاعتهم. ودي حاجه طبعا دي جديده بالنسبه لفرع بني سويف، ودي حاجه ربنا بيجازينا عليها باذن الله رب العالمين. قافله البطاريه النهارده في احدى قرى المحافظه النائيه الفقيره التي لا تصلها الخدمات بانتظام، فهي القرى اللي احنا بنختارها، والقافله مجهزه باحدث الامكانيات البيطريه من ناحيه اجهزه السونار لفحص الحيوانات في الحمل ورفع الخصوبه، والقافله بها ادوات للتلقيح الصناعي وبعض الادويه والعلاجات التي يمكن ان تعالج بعض الاصابات وبعض الحالات المرضيه الموجوده في الحيوانات القريه الموجوده بالقريه، وهو عباره عن جهد تطوعي مشكور من الاطباء والمتطوعين الموجودين بالقافله، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. عندنا في جمعيه رساله فرع بني سويف لجنه النشاط الطب البيطري، يمكن ده من الانشطه اللي لسه جديده على مستوى الجمهوريه تقريبا. احنا تقريبا الفرع الوحيد اللي معاه طب بيطري في الجمعيه. بنعمل قوافل بتزور القرى في محافظه بني سويف، بننقي القريه على حسب احتياجها المادي، بمعنى ان احنا بنحاول نروح الاماكن اللي ما فيهاش خدمات بيطري، ما فيهاش وحده، ما فيهاش دكاتره، بحيث ان احنا نحاول نغطي اكبر قدر ممكن من القرى اللي موجوده في المحافظه. بفضل ربنا والحمد لله قدرنا ان احنا نوصل للقافله رقم 5. رحنا قبل كده في سموسته في معجون، ورحنا في علي كلاني في بيبا، رحنا في كوم ابو خلاد، رحنا في ايه تاني، في قافله تاني رحنا في بياض العرب او في شرق النيل، والنهارده واحنا في هناسيا في قريه قالها، وربنا يتقبل ان شاء الله ويرزقنا الاخلاص باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده جايين تبع جمعيه رساله لقافله بيطريه في بني سويف في مركز هناسيا، وكلنا جايين لوجه الله، ومعانا دكاتره مشرفينا زي ما انتم شايفين، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا يا رب.